أحسن الله إليكم. تقول فضيلة الشيخ: أحيانا أتفكر في رسول الله وفي الآيات ولا أشعر إلا بخشوع قليل، وعند انتهاء الصلاة أحس بالقهر وأبكي وأخاف من الله وأقول إنني لست مؤمنة، وأخجل أن أقول يا رب تقبل مني صلاتي، أفيدوني جزاكم الله خيرا. هذا كما ذكرنا في الإجابة يجب أن تطرده عن نفسها وأن لا تتفكر في الرسول في الصلاة ولا بغيره من المخلوقين، وإنما تتفكر في عظمة الله وقدرته وحضوره بين يديه، تستحضر عظمة الله عز وجل وتتوب إلى الله من هذه الخواطر والتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم في أثناء العبادة. نعم.